هذا السائل أبو سعيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم توضيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول في عدة مواضع: أو الصحابي بأبي أنت وأمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إذا قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمعناه أنه يفديه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وهذا من محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يقدمون محبته على محبة آبائهم وأمهاتهم، بل وعلى أنفسهم وعلى محبة أنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا فيه شدة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في رده على من هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء. نعم.